بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعتذر عن قطع المحاضرة فجأة، وده لأن الكهرباء اتقطعت عندي. طبعا انتوا عارفين مشاكل الكهرباء في مصر، الكهرباء مظبطانا كلنا. نرجع ونقول اللي انا يعني، وانا أثناء الريست اللي احنا خدناه او القطع ده، غيرت بس شكل الجسم، فده من الماتيريال العادي كده. انا فاضل لي بس حاجة بسيطة جدا، ان انا اعمل بايند او سكيننج للشخصيه بتاعتي. طبعا في الماكس او المايه مسمينها سكيننج. سكيننج يعني ان انا بربط الجسم بتاعي او المش بتاعي ده، المش الجسم ده اسمه مش، تمام، والهيكل العظمي بتاعي اسمه سكيلتون اللي انا عامله. فبربط السكيلتون بالمش بتاعي. طب بربطه ازاي؟ في كذا طريقه. اسهل طريقه هختار الشخصية بتاعتنا اللي هي اسمها جي اف اكس اندر سكور مان، تمام، وافتح بايندنج. ده يعتبر زي الاسكان. انا كنت شرحت على الماكس ازاي تعمل سكيننج للشخصية اللي احنا لسه بنقوله. هنا في السينما اسمه بايند او بايندنج. كل اللي انا هعمله هاخد المش ده وانزله هنا في الجزء ده في البايندنج. انا كده دلوقتي ربطت الاتنين. طبعا الموضوع هنا اسهل شوية من الماكس والمايا. الحقيقة ان احنا ما بنتحيزش اي برنامج، بس فعلا في السينما اسهل شوية واسرع. كل حاجة في السينما اسرع شوية، سابقة شوية بقية البرامج التانية. الحاجة التانية برضو ان اي حاجة في اي ريجنج في المايا او الماكس لازم بتعمل له المربع ده، والكنترولز اللي انت شايفها دي اللي هي متمثله في الدوائر والمربعات والمثلثات والحاجات دي كلها، دي كلها بتحكم من خلالها في الجسم اللي انت شايفه ده. ده في الماكس او المايه بتعمل باي مانوال، يعني بتعمل الصندوق او الدايره دي وبعدين تربطها بكل جزء. في السينما الحقيقه الموضوع سريع وعلى طول بتقدر توصل للي انت عايزه بطريقتنا اللي احنا شرحنا فيها دي. يمكن انا شرحت اسهل طريقة، لان دي فعلا هي اللي هتساعدك بسرعة كمبتدئ انت تطلع شغل باسرع ما يمكن. يمكن نفخر اللي مثلا لو في محاضرتين بس قدرت تعمل ريجنج للجسم، بدأت تتحرك الشخصية، فده يبقى فخر للنتيجة دي في مجرد محاضرتين. نشوف بقى عملنا بعد ما نزلنا المش بتاعنا وربطناه بمين؟ بالكاركتر بتاعي او السكيلتون بتاعي. تعال نشوف الانيميت. لو عملت انيميت كده بدأ ياخد لي على طول شكل تاني. اوكي، يبقى انا جيت هبص كده بصة على شكل الجسم هلاقيه اتغير شوية. طيب ريسيت بوز، لو جيت ضغطت على ريسيت بوز مش هعمل لك حاجة الا في وضع معين. تعال نعمل اد ووك، تمام. دي يعني ووك سيمبل كده، ووك اللي هو بيخليه يتحرك عشان تشوف بس شكل الجسم. تعال بس نعدل دول. طبعا انت داخل انيميت يعني انت ممكن تعدل، غير كده ما تعرفش تمسك الكنترولز وتعدلها كده. طبعا انا شايف ان انا بدأت احرك الايد بالطريقة دي. نفس الحكاية بروتيت. طبعا هي مش مظبوطه قوي، الشخصيه مش مظبوطه، مش بيرفكت يعني. طبعا هنا في شويه ديفورميشن كده بسيط، وهنا طبعا الكنترول اللي بتعمل كنترول على الني او الركبه بتاعتي. والمفروض دايما حاول دايما هم يكونوا جنب بعض. دي اللي بتحكم في الكتف. لو انا جيت حركت كده في الكوع، اسف، دي المفروض تنزل عند الكوع عشان دايما تبقى محدد برضو كل حاجة. خلينا F3 ونشوف في السايد فيو. خلي اتنين بقدر الامكان دايما جنب بعض او في سوا بعض كده في محاذاة بعض. نفس الحكاية برضو. F1
اوكي ريسيت بوز عشان يرجع لي بالبوز اللي كان موجود عليه. هنطلع من الانيميت خالص، نطلع على البيلد، هنبص تلاقي نفسك رجعت تاني للتي بوز، ده اسمه تي بوز. خلاص انا كده دلوقتي ممكن اقدر اتحكم بقى في الايد بتاعتي اهو، خلاص هي اندر كنترول، ممكن تبدأ تحرك عادي. اشرح معاك ادفانسد شوية سكيننج او ادفانسد بايندينج عشان اصلح الديفورميشن ده دلوقتي في المحاضرة دي، بس خليها في محاضرة، في محاضرات تانية او لما يجي وقتها ان شاء الله. اهم حاجة انت بس اعمل سكيننج كويس للشخصية. هنا الايد، هنا الايد، هنا مظبوطة. تعال نشوف، نفعل من الادجستمنت بدل الكومبوننت. هبدأ اغير في الكنترولز، هاجي هنا على الانيميت، هبص تلاقي فيه هنا الكنترولز ممكن تقدر امسكها. صعب تتحرك، كويس. هنمسك منطقة الوسط، طبعا دي كانت المفروض تكبر شوية، مفيش مشكلة لما تيجي تكبرها بعد كده، يعني مفيش مشكلة. طبعا هي قابلة للروتيشن، شايف هنا في شوية مشاكل برضو. الوسط طبعا عشان كنت اعمل الحركة دي على الماكس او المايا، ان هو اثبت له رجلي في الارض كده، كان ليها يعني خطوتين تقريبا. هنا الموضوع جاهز، طبعا دي المفروض ما تبقاش كده خالص، المفروض تبقى كده. نشوف الرجل، يعني النتيجة غير مرضية، بس ادينا اتكلمنا في البيزك. هنحاول برضو نظبط الجسم شوية، هنروح على عشان نقدر يعني نظبط الجسم شوية عن كده، هنروح على الكاركتر ونختار المانجر ونختار ويت مانجر. دي اسرع حاجة او اسرع طريقة اللي انت تبدأ تظبط الكاركتر بتاعك. تعال نشوف الويت مانجر ده ممكن يديني ايه. في حاجة اسمها هنا، اوسعه شوية كده، اوبشنز جوينتس ويت اوتو ويت. هنيجي على الاوتو ويت اوكي، وهنخليها مثلا فيزابيليتي، وتعال نشوف الكالكوليت بتاعه هيسمح لنا بايه، ان هو يقدر يعدل الجسم لوحده ولا لا. هنختار طبعا الشخصيه، اول ما تظهر لك الشخصيه بالشكل ده يبقى اعرف ان هو متاكتف على الاوتو ويت. اوكي، هنيجي على الديستانس والكالكوليت، هيبدا يعدل جسم الشخصيه شويه. طبعا هو بوظها لي شويه هنا عندي في الدراع هنا، بس بقيت الجسم عمله كويس. تعال نشوف المشكلة هنا في الإيد دي، هنقول ال visibility calculate sorry، لازم تختار المش الأول بعدين تختار ال visibility وال calculate. هياخد وقت شوية، بعد ما خد وقت بصيت لقيت على ال visibility بوظ لي الدنيا خالص. خلاص برجع كنترول زد، برجع على الديستانس وخلينا الجوينت 1 كالكوليت. تمام، بدأ يظبط لي كده. لما عملت الجوينت 1 بدأ يتعامل لي على انها كل قطعة على عظمة واحدة،
وكل جزء في الجسم بعظمة واحدة بس. فتعال نشوف لو انا جيت بقى دلوقتي حركت كده، لقيت الايد اتظبطت معايا وزي الفل. تعال نشوف الوسط كويس، الايد التانية النتيجة مرضية. طبعا انت عمرك ما هتبقى يعني هتلوح ايد الشخصية كده، يعني هي بس ايه حاجات بسيطة. الهدف ده يا جماعة، الورشة دي هدفها فقط اللي انت بس تقدر تحرك الشخصية، بحيث ان انت لو شغال في قناة او في الموشن جرافيك وقدامك شخصية عايزة تعمل بيها حاجة بسيطة زي اعلان دريم، زي اعلان دريم او فواصل القناة بتاعت دريم، بتلاقي شخصية بيضة كده وبتتحرك بس كده من غير ملامح. يعني لو هتعملها يبقى انت ممكن تختار السيستم ده وتعملها بالطريقة دي، ما فيهاش اي مشكلة وهتبقى زي الفل معاك. تمام اهو بالشكل ده. طبعا ممكن الموضوع يختلف خالص، يعني ممكن نخش بقى على مثلا الكاركتر، وده اللي موجود في الكورس المدفوع. نخش على الويت تول. الويت تول بقى دي حاجة تانية خالص. لو انا جيت اخترت دي كده واخترت الكاركتر والويت تول بالشكل ده، هتبص لايه عملت كده. ممكن بقى تعمل زي نظام السكيننج اللي شاف المحاضرات الماكس سكيننج بقى حتة حتة ادفانسد بقى شوية. تختار الارم وتقول له انا عايز اقصر الحتة دي مثلا على الحتة دي والحتة دي على الحتة دي، بحيث ان ايه تبدأ ترسم بقى الويت بتاعك وتخلي الـ كل حاجة احترافية جدا، بحيث انك تبدأ توزع بقى الويتس كله. طبعا الصباع ده مش مظبوط، طبعا الاخضر ده كده خفيف مش مظبوط. لو انا جبت الهاند الناحية التانية تبدأ بقى ترسم زي ما انت عايز. بعد كده في الادفانس ده بقى ان شاء الله كورس، في الكورس انا بجهزه في السينما 4D، هنيجي ونطلع من دي خالص بقى، خلاص مش عايزينها. اتمنى ان يكون وصلنا لحاجة بسيطة جدا تقضي الشغل. طبعا مش ده المستوى اللي احنا بنطلعه في الاكاديمية، فقط انا بأكد فقط اني بفك لك بس طلاسم العالم ده على السينما 4D. يمكن محدش او نادر اللي اتكلموا فيه شوية، بس خلينا فكنا الطلاسم دي شوية. وبرضو لو لقيت ان الشخصية مش عاجباك ممكن ترجع تاني، تروح جاي رايح على الكاركتر، تروح قايل المانجر، وتروح قايل الويت مانجر والاوتو ويت، وتروح جاي اعمل كالكوليت تاني لحد ما تحس انك الشخصية بدأت تتظبط شوية عن كده. ممكن نزود دي شوية ونخليها كالكوليت. خلاص ده اخره، ده كده اخره. اعتقد ان انت لو عملت حاجة زي فواصل القنوات بتاعة دريم مش هيظلك المشاكل دي كلها. ليه؟ لان الشخصية مش هتبقى بملامح، مش هيبقى فيها الحاجات دي. فانا متأكد 100% ان اللي عمل فواصل دريم، يمكن احنا لو عملت سيرش على النت، او انا هرفق برضو الاعلان بتاع دريم اللي بتظهر فيه الشخصية وهي بتمشي مع الكورس او مع المحاضرات دي عشان برضو تشوفها، هتظهر لك نتيجة مرضية جدا بالطريقة دي، وتبدأ تعمل اللي انت عايزه. برضو الشخصية دي هي هتبقى كويسة على فكرة، بس احنا لو اهتمينا بيها شوية بس لضيق الوقت. يعني انا بعتذر فعلا عن تأخير في المحاضرة او في وقت المحاضرات، كان على فترات متباعدة، لكن للأسف انا بجد يعني ربنا يخليكم يا رب، دعواتكم صيباني، فالوقت بس هو ضيق. فاحنا بس هنفك طلاسم العالم ده في الورشة دي، وان شاء الله ورش تانية هنبدأ نتعمق شوية في الريجنج والانيميشن داخل السينما 4D وداخل الماكس وداخل المايا كمان ان شاء الله في الفترة القادمة بإذن الله. شكرا، وكان معاكم استاذ وليد معداوي من GFX Academy.net. تمنياتي لكم بكل التوفيق والنجاح، ومتابعة
منتظر تطبيقاتكم إن شاء الله، وأنا تحت أمركم في الاستفسار في أي وقت. السلام عليكم.